صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأحد 7 شباط سنة 2021، معكم فواز حسين من قرية حرفيش. أنا موجود بالضبط على الحدود بين إسرائيل وبين لبنان، قبالة خربة اسمها خربة قطمون. خربة قطمون هاي في الأصل قلعة رومانية قديمة اللي موجودة بالضبط على نص الطريق بين القريتين الجارتين، رميش اللبنانية وحرفيش في الجهة المقابلة. بالنسبة لخربة قطمون، معروف انه هاي الخربة قلنا كانت قلعة وفيها كثير آبار وفيها عين مي اسمها عين قطمون، ومعروف انه قرية رميش في الماضي كانت تشرب من البيارة اللي موجودة في خربة قطمون. هاي الخربة في الأصل كانت تابعة لأرض حرفيش، وعام 48 صودرت هاي الأرض بطرق مختلفة على اعتبار أن هي مناطق حدودية، احنا بنسميها الأرض الشمالية. وفي رأي ثاني بقول أنه خربة قطمون باع الإقطاعي اللي كان عايش في حرفيش إبراهيم أفندي قدورة من صفت في الأصل، يقال إنه باع هاي الخربة لأهالي رميش. قبالي بالضبط هاي الحدود مع لبنان، هاي الجهة الإسرائيلية من الحدود. في مقولة في حرفيش بقولوا عن واحد من الختياريين اللي كانوا في البلد، توفى اسمه الشيخ أبو محمد كنجي الفارس، اللي كان يقولوا بالنسبة له إنه أرضه من علبون في الأقصى الجليل جنوبي قرية المغار لا قطمون اللي موجودة في أقصى الجليل من الجهة الشمالية. يعني قالوا عنده أرض من علبون لقطمون. وليه هاي المقولة؟ هاي المقولة على اعتبار إنه هذا الزلمة مرته كانت من قرية المغار، ومرته ما كانش عندها إخوة، وبطبيعة الحال الرزق للبنت وبعدين للي عاش مع البنت يعني لزلمتها، وصار ابن حرفيش صار عنده أرض في المغار على حدود قرية علبون المجاورة، ومن الجهة الثانية عنده أرض في خربة قطمون على حدود حرفيش الشمالية بالقرب من قرية رميش. وعلى هذا الاعتبار أنا سمعت من حفيده الأخ أبو كنج فارس، محمد كنج فارس، إنه كان عندهم حوالي 40 دولم بالإضافة لمساحات أخرى لناس آخرين من حرفيش. ومثل ما بقولوا الرزق دوار، ومثل ما بقولوا الرزق للعايش، ومثل ما بقولوا الملك لله تعالى، وهي أحوال الدنيا. بعد مرة أنا معكم قبالة خربة قطمون اللي هي اليوم بالضبط على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وقسم منها بنقدر نقول كان بالماضي يتبع لرميش، قسم منها في الماضي كان يتبع لرميش وبعده لرميش، وفي الماضي كان قسم منها يتبع لحرفيش، واليوم قلنا أرض على الحدود مصادرة. خربة قطمون في الأصل قلعة رومانية قديمة، معروف عنها أنها غنية بالمي، في عين قطمون وفي بيارة اللي بتجمع المي، وكانت تروي كل الأراضي الزراعية المحيطة وخاصة قرية رميش. شكرا لكم، ونلتقي في يوم ثاني في محل ثاني.